السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. حلقتنا اليوم من مدينة الدار البيضاء، ملي كانت واحد البنت عند والدها غير هي. والديها ميسوري الحال، الناس لاباس عليهم، عندهم واحد الدار فيها الفوق والتحت، وعندهم التحت في واحد جوج محلات غير خاويين. هاد البنت ديالهم الوحيدة كانت كتقرا، وصلت المرحلة الثانوية، ما خدتش الباك ديالها وإنما انقطعت للدراسة. المهم خرجات لسبب من الأسباب، ملي خرجات ما لقات ما دير، مشات تعلم هاد الحلاقة، ولات عندها ديبلوم في الحلاقة. جات للدار ديالهم من بعد ما جهز ليها بوها واحد المحل من هذوك المحلات ديالهم اللي كاينين لتحت، جهزوا ليها وصوبوا ليها ولا صالون ديال الحلاقة. المهم خدمات معاها واحد البنات كمتعلمات ديال الحلاقة، ولو عندك كليانات كيجيو عندها من مناطق بعيدة. اكتسبت واحد الشهرة اللي كبيرة بزاف، بدعات في المجال ديالها، ولات معروفة وخدامة مزيان، الفلوس دارت في يديها، ولات عندها واحد المكانة تمايا. هاد البنت هادي واحد النهار غادي تتعرف على واحد الولد، هاد الولد هذا غادي يدير معاه واحد العلاقة، غيخرج معاه اليوم غدا اليوم غدا. هاد الولد مع هاد البنت هادي كانت علاقتهم مشهورة، عند والديها هي، عند عائلتها هي، عند الدرب ديالهم، عند صحاباتها، عند كل شيء، وكل شيء عارفه بأنه غيتزوج بها، لأن هو كان كيوعد بالزواج، كيقول لي أنا كنبغيك وما نقدرش نتخلى عليك وانت غتكوني مراتي وكذا وكذا. المهم السيد هذا غادي يتخلى عليها. امتى غادي يتخلى عليها؟ ملي غتقول لي راني حاملة، وفي الشهر الثاني. هنايا هاد الولد غادي يبات ما يصبح، ما تبقاش تعرف عليه فين مشى فين مشى، تبخر بات ما صبح غبر. ملي عرفها حاملة خوا بيها. انا هاد البنت هادي لقات راسها امام المجتمع وامام والديها وامام الدرب والعائله وكرشها اللي حامله بيها، ما عرفاش ما دير، اشنو دير ما دير. هنايا دخلات خالتها على الخط وقالت لها شوفي هاد الكرشي هادي خاصك ضروري تحيديها، واش تي غتولي واحد من الزنقه وواحد بو حنا ما عارفين واش اصلا فين مشى، لانه غبر كما قلنا داك السيد، عيات متقلب عليه ما لقاتوش. هنايا ديك خالتها كانت واحد المخربقة منها ما كانت، طاحت لها على واحد الطبيب اللي غيدير لها واحد العملية ديال الإجهاض. فعلا نيت تمت العملية بنجاح وحيدوا هذاك الجنين من الكرش ديالها. من ورا هاد الشي هذا القيمة ديال هاد البنت هادي طاحت بزاف، طاحت في الدرب، طاحت في العينين ديال عائلتها وديال والديها وديال أي واحد، وكل شي ولا كيشوف فيها واحد الشوفة ماشي هي هاديك. هاد البنت هادي حملات من الزنقة وطيحات هاداك الدري بطريقة غير قانونية، تا واحد ما بقى قادر انه يتقدم للخطبه ديالها من الناس في الدرب او العائله او لشي حاجه، خاصه شي واحد يجي براني ما كيعرف ليه والو، يكفي انه عارفها ماشي بنت وصافي. المهم هاد البنت كما قلنا وقع عليها المشكل، تأزمات ودخلت في واحد الحاله ماشي هاديك. هاد البنت هادي كان عندها واحد ولد خالتها، هاديك خالتها نيت اللي تسبات في التطيح ديال الجنين ديالها. هاد ولد خالتها ما كان لا خدام لا ردام، غير كيتلاوط، عطاه غير الشراب والبليات والمشاكل، وديما في صداعات مع الناس والحومه وهداك الشيء. يعني السيد ما صالح لوالو، ما خدام ما والو. هنا هي اقترح الفكره على امو اللي هي خالة البنت هادي، قال لي علاش ما تشوفيش ليا فلانه راني باغي نزوج بيها. وهنا بما ان قلنا ان هذيك البنت ولات السمعه ديالها طايحه ومبقاتش حامله هي اصلا راسها، ولا اي واحد كيجر عليها، من بينهم السيد هذا ذو خالتها اللي مساوي حتى شي حاجه، ومساوي حتى شي حاجه بمقارنه مع هذه البنت اللي كانت بانيه ذاتها وخدام على راسها وعندها واحد الحياه الخاصه. المهم خالتها قالت لها، قالت لها راه ولدي باغي يتزوج بك. خالتها هي زعمات عليها، قالت لها انت اصلا راه عندك هذا الماضي هذا، كنتي فايته مطيح هذاك الدري وماشي بنت وكذا وكذا. حتى هي مهدات لها بانها راه غير بحال هادي اللي غادي يقبل بك، وصوروا لها انه حتى واحد ما غادي يقبل بها وهي فايته مطيحه دري وحامله من الزنقه. هي هذيك هاد خالتها مع ولدها جاو عند والدين هاد البنت هادي وخطبوا البنت، خطبوها ووافقات ووافقوا والديها، واخا عارفين انه ما خدام ما والو غير كيتلاوط وما عندو لا سكن ما عندو حتى شي حاجه وما عندو مستقبل ما عندو حتى شي حاجه. هي هذيك وافقوا عليها، سكنوا في الدار، عطاو واحد لابارطومون من هذيك في الدار ديالهم، وجهزوها لي اتوها لي مزيان وقالوا لي انت كون غير راجل وخدم فاش ما كان
المهم جيب المصروف ديالك وصافي، وحنا اللي كان شي حاجة حنا غنعاونوك. هي هذيك تزوجوا داروا واحد العرس زوين وكذا، ولات هي كيما القاعدة كتمشي تخدم في الصالون ديالها، كتجيب المصروف ديالها، والديها كيعاونوها كيعطيوها الفلوس، الدار مجهزة في أي حاجة، مخصصة شي حاجة. وهاد ولد خالتها اللي هو راجل دابا شنو كيدير؟ والو، ناعس في الدار، كيعيا كيفيق كيمشي عندها، يعني مراتو، كتعطي الفلوس، كيمشي يشرب ويجي، كيمشي كيعرف هو يمشي يشرب ويجي. شريت لي واحد الموطور كبير وغالي، شريته ليه من فلوسها. المهم اي حاجة حل لها فمو كتعطيها لي، كتقول العار غيري يكون راجل ويريح زماتين، يكالم القاضية ويمشي يخدم في مكان ويكون توا بحال بحال بنادم. ولكن هو ما دارش هادشي، هذا ما حملش ديك النعمة اللي هو لقاها عند هاد البنت هادي اللي موفرة ليه كلشي وكتعاونو، واخا هو ما خدام ما والو، وانما زاد فيه بزاف. السيد ولا عطاه غير الناس، ملي كيسالي كيمشي يشري الشراب بفلوسه هيايا، ويشري المخدرات، ويجي يدير تمايا في هاديك الدار، وكيدير لها المشاكل ويدير لها الصداع، كيسهر بعد مرات كيباش تمايا، يعني واحد الحالة ماشي هي هاديك. ملي كتحاول انها ترشدو وتوري عقلو وتقول ليه الشي راه ما خدامش، انت دابا راه وليتي مزوج وعندك مسؤولية، وعندك وحمد الله انت مهني من الكرا ومهني بشحال من حاجة، سير خرج دبر على راسك وجيب مصروف بحالك بحال الناس. هنا هو ما كيحملش هاد الهضره هادي، ولا كيتخاصم معاها وكيغوت عليها، بعض المرات كيضربها كاع. صبرات المره الاولى، المره الثانيه، واحد النهار يدير معاها واحد الحاله بزاف، قالت لي انت ما بنادم ما والو، وانا قبلت عليك وانت ما خدام ما والو، انت خاص تكون خدام بحالك بحال بنادم. هنايا اشنو قال لها؟ ولا كيعايرها بالماضي ديالها، ولا يقول لها انا اللي قبلت عليك، انت ما بنت ما والو، انت اصلا ضحك عليك هذيك خونا وحملتي معاه وطيحتي وكذا وكذا وكذا. فيما كيهضر معاها كيجبد ليها هاد الاسطوانه هادي، فيما كيهضر معاها كيجبد ليها هاد الاسطوانه المشروخه ديالو. ديما السيده تقهرات بزاف، يعني وصلت بيها واحد الدرجه كبيره، مشات عند والديها كتقول لي ماش كيدير اش كيدير. هنايا والديها هودو عدو، كينصحوه رشدوه، عافاك ولدي لما كون راجل وتراجل، انت دابا راك مزوج وان شاء الله راه قريب غادي تكون عندكم شي ولد ولا بنت، خاص تكون في واحد الحاله اخرى، بارك عليك من هاد الشرابات وهاد المخدرات، سير قلب لشي خدمه واخا تكون غير قليله، المهم بنادم يتحرك وصافي. هو يا هنا لا كيعير حتى والديا، يقول لهم انا قبلت عليكم وجيت شديت لكم هاد البنت هادي اللي ما كان حتى شي واحد غادي يقبل عليها، قبل عليها بحال ما عرفتش كانت كدير هي اصلا. المهم هاد السيد هذا ما بغاش يتنحى، عياهم يحضروا معاه، عياهم يشوفوا معاه. المهم السيد هذا اعتمد فيه بزاف، ولا كيضربها وكيسلخها وكيعيرها ويقولها تعطيني فلوس صح، الا ما عطيتينيش فلوس غادي نضربك. ولات كتعطي هاد البنت هذه الفلوس تحت تهديد. هي هذيك واحد اللحظه البنت هذه تقهرات بزاف، طلعت عند والديها وقالت لهم شوفوا انا هاد السيد هذا ما بقيتش غادي نكمل معاه، السيد هذا خاصو ضروري يطلقني، ما بقاش بيني وبينه. هنا يبوها هود عدو وقال لي شوف ولدي، بنتي غدير معاها حل، الحل هو المحكمة، غتطلقها، المهم خاصك تطلقها ضروري تطلقها. هنايا داك ولد خالتها ما بغاش يطلقها، قال لي يا عمي راه ما غنطلقها ما والو، بنتك كنبغيها وكذا وكذا وكذا، انا ما غنطلقها ما والو. فعلا نيت هو ما بغاش يطلقها، علاش؟ لانه ضاق فيها هذيك الفلوس، وضاق فيها انه الخدمة اللي ردمها والفلوس كتجي فابور، وضاق فيها شحال من حاجة. ولكن هو ما راه عاش هذيك النعمة اللي هو فيها، ولا كيضربها ويسكر تمايا ويعايرها، وديما كيعايرها بهذاك الماضي ديالها. لهذا هي ما بقاش تحملاتو وبغاتو يمشي في حالاتو ويطلقها. حاولت خالتها تدخل في الموضوع وتصلح ما بين ولدها وما بين مراتو هذيك البنت، ولكن دون جدوى. هذيك البنت كانت مصممة على الطلاق، قالت ليها هذيك السيد ولدك هو اللي ما بقيش غادي نعيش معاه، قالت لها صافي وصلت معاه واحد المرحلة اللي ما غاديش نرجع من وراها، هذاك السيد غادي نطلق منه، يا نطلق منه اليوم ولا غدا خاصني نطلق منه. في هذه الاثناء هذيك الخاله وهذيك الدري عرفوا وتاكدوا بان هذه السيده هذه مصممه على الطلاق وغادي تطلق منه، ولا طلقات منه وغادي يخرج من هذيك الدار، ما يبقى عنده لا فلوس لا والو، وغير يرجع للحياه ديال انه غير عاطل العمل وما عنده حتى شي ريال، وما عنده لا باش يشري لا شراب لا كار ولا شي حاجه. هنايا ما حماش راسه السيد هذا، هاد الراجل في هاد الفترة هادي اللي ما كان ما مزوج بيها ما والو في الواقع، مزوج بيها غير في الوراق وصافي، لأن يعني هي منفصلين في الواقع.
كيتسنى غير إجراء الطلاق التالي. هاد السيد هذا كان كيجي للدار عندها، كان كيبات تمايا في الدار، ما كانش كيمشي للدار ديال مو هذاك الشيء. وهنايا هاد البنت هادي ملي بغات تطلق من هاد السيد هذا راها كانت حاملة، حاملة في شهر السابع، ومع ذلك بغات تطلق منه لأن قالت ولدي قادة به، هاد ولدي ولا بنتي اللي غتكون إن شاء الله قادة بها. المهم هذاك السيد يبعد مني، ما بقاش بيني وبينه. وراجلها ملي شاف انها مصممة على الطلاق وتا شي حاجه ما غترجعها او لا غترجعها على هذا القرار هذا، قرر انه ينتقم منها. كيفاش ينتقم منها؟ مشى لواحد النهار كما قلنا، هو هذا الراجل هذا مازال كيجي للدار وكيريح تمايا وكيبات تمايا واخا هما منفصلين في الواقع. جا للدار ومشى للكوزينه وجبد واحد البيدو ديال الزيت، البيدو ديال الزيت ديال 5 اترو، هزو معاه وداه. الدار ركب على موطورو ومشى لواحد ستاسيون، هذاك ستاسيون ما كانش بعيد بزاف على الدار. مشى وصل وقال لهذاك السيد في ستاسيون، قال لي عافاك اللي معمر لي هاد البيدو بليسونس، عمرو لي هذاك مول ستاسيون ب5 اترو ديال ليسونس، خلصو ورجع للدار. طلع هذاك البيدو طلع على السطح وحطه تمايا وتسنى مراتو اللي حتى جات من صالون ديال الحلاقة طلعت للدار ديالها. ملي طلعت مشى كيجري سد الباب من بعد ما جاب هذاك البيدو وخباه في الكوزينه. افتعل مع واحد الصداع، بقى كيغوت عليها وهي كتغوت عليه، بقاو مخاصمين بحال ما هكا ومناقشين. واحد اللحظه غادي يجيب هذاك البيدو ديال ليسونس وغادي يخوي عليها، غادي يخوي عليها كامله، غادي يخوي عليها هو مزيره صحه منها وغادي يشعل فيها العافيه. من بعد ما غادي يكون لاح هذاك البيدو رماه، ملي غادي يشعل فيها العافيه غيبقى يشوف فيها وهي كتحرق كتحرق قدامه. واحد اللحظه ملي شافت حرقاته والعافيه كلات منها، غادي يجيب هذاك البيدو اللي كانت فيه واحد شويه ديال ليسونس باقي وغادي يخوي على كتفو وعلى صدرو وعلى شويه من الجسم ديالو، وغيشعل في راسو العافيه وغادي يلوح البيدو ديال ليسونس او البيدو ديال الزيت اللي كان فيه ليسونس، وغادي يبقى يغوت ويمثل قدام الناس وغادي يحل الباب ويقول لهم اعتقونا عباد الله، اعتقونا اعتقونا، العافيه شاعله فينا. هنا والديها غادي يهبطوا من الفوق، الناس غادي يجمعوا عليهم، الجيران غادي يعيطوا للبوليس، غتجي الوقايه المدنيه، غتهزهم بجوج بيهم وديهم السبيطار. البنت كانت في عرقات الحياة بينما هو كانت في واحد جروح ليا متفاوتة الخطورة، ماشي خطيرة بزاف وإنما غير شي جروح بساط وصافي. هي هذيك ملي غادي يمشيو للسبيطار الطبيب غادي يقول للبوليس ما تهضروش مع دابا اللي حتى دوز واحد 4 أيام على الأقل على حساب الجروح ديالو. المهم اللي داز بحال ما هكاك شي 5 أيام 6 أيام بحال ما هكاك، الطبيب سمح ليه بالخروج لأن ديك الجروح ديالو برات. قالوا لي البوليس عاود لينا كيفاش وقع وكيفاش جرى لهاد الحادثه ديالكم. قال لي ما ودي انا موالف مره كنتناقش مع مراتي على ود شي مشاكل بيناتنا، كنت غاوت انا وياها. النهار الحادث ملي دخلت تناقشت معاه كيف العاده، واحد اللحظه هداتني بواحد البيدو ديال ليسونس كان شاداه وقالت لي هذا غادي نخوي على راسي اللي ما بعتيش مني، غادي نخوي على راسي وغادي ننتحر وغادي نصيفطك الحبس ونقول لهم انت اللي قتلتيني. قال لي هذا المجرم هذا، قال لي محاولت انني نقنعها ونقول لها ما ديريش في راسك هذه الحاله، راكي حامله في شهرك السابع وهادشي راه حشومه ما كيبغي الا الله لعبده. ولكن واحد اللحظه خوات على راس هذاك ليسونس وشعلت في راس العافيه، جيت بغيت نعتقها، انا غير كنت كنعتق فيها، انتم شوفوا اش وقع ليا، انا راه كنت غير كنحاول انني نعتقها ساعه هادشي اللي عطى الله ما عتقتها ما والو، ماتت الله يرحمها وبقى كيبكي كيبكي على مراته وعلى ولده، الناس كيصبروا فيه، البوليس كيواسيو فيه. المهم سلت منها، ولكن ما يسلتش منها لهاد الدرجه هذه. البوليس غادي يبقاها على البحث ديالهم لان هو السيد كان غبي كيسحب راسو انه غيدير الفعله ديالو، والبوليس يقول ليه صافي مراتك كانت حاولت تنتحر حتى هي اعتقتيها مزيان صافي ما عليك والو. لا البوليس كيديروا البحث ديالهم ضروري. مشاو سولوا والديها اللي كانوا في واحد الحاله ماشي هي هذيك، لان اصلا بنتهم الوحيده وماتت بهذيك الطريقة غادي يبقى فيهم الحال. مشاو سولوا والديها وسولوا الأم ديالها، قالوا ليها عاود لينا على البنت ديالك. قالت ليهم بنتي مستحيل أنها تحاول تنتحر أو تحاول تشعل في راسها العافية، بنتي أنا كنعرفها مزيان. تبوها نفس الشيء قالوا، قال بنتي كنعرفها مزيان مستحيل أنها دير هادشي هذا اللي كيقول هاد السيد هذا. سولوا صحاباتها كيأكدوا نفس الهضرة. هنايا الانظار ديال البوليس غتجه نحو الراجل ديالها، ولكن ما عندهمش لحد الان شي دليل مادي كيدينو. هنايا اش مشاو دارو؟ مشاو للبلاصه ديال مسرح الجريمه اللي هي الدار ديالهم فين كانوا ساكنين، كيلقاو هذاك الفيديو
ديال ليسونس. كما قلنا هو ملي شعل في راسو العافية وفيها هي العافية رماه، ما خلاش انه يتحرق ويدوب بالعافية. مشاو البوليس ولقاو هذاك البيدوق ديال الزيت، لانه اصلا البصمات ما غاديش يلقاو فيه لانه يكون عامر ليسونس وبالزيت وداك الشيء، ما البصمات ما غتبانش. سولوا الام ديال البنت والاب ديالها، قالوا ليهم واش هاد الماركه ديال الزيت هما اللي نتوما كتستعملوا؟ قالوا لهم اه هاد الماركه ديال الزيت، لانها راه باينه القراره كتكون مطبوعه في هذيك الشركه. قالوا ليه اه هاد الماركه ديال كنستعملوا، يعني هاد البوديزه مهزوزه من هاد الدار هادي، يعني كانت بوديزه خاويه وتهزات من هنا مزيان. اشنو غيديروا البوليس؟ غيهزوا هذيك البيدوزه تاع الزيت وغادي يمشيو على ستاسيونات اللي كاينين تما في هذيك المنطقه كاملين، غادي مشطوه وهازين هذاك البيدو معاهم. كيمشيو عند الستاسيون الاول، السلام عليكم، واش ما جاش عندكم البارح او لا شي يومين هادي شي واحد هاز شي بيدوزه بحال هادي ولا هادي وطلب منكم انكم تعمروها ليه؟ لا سيدي لا، بقاو كيتفكروا لا حتى واحد ما جا عندنا. الاول الثاني الثالث الرابع طاحوا فيه اللي كان مبعيش بزاف على هذيك المنطقه فين ساكن همايا. اكد لي واحد السيد خدام تمايا، واحد العامل تاع المحطه تمايا، قال لهم هاد البوليزه انا اللي عمرت لواحد السيد، السيد اللي شفتيه تعرفه؟ اه نعرفه. هزوه معاهم البوليس وداوه وراوه هذاك السيد راجل هذيك البنت اللي دارت الفعل الخيبه. كيف شافوا هذاك العامل تاع المحطه؟ قال لهم هذا هو اللي جا عندي وطلبني باش نعمر ليه واحد البيدو ديال ليسونس. قال لهم راه كان باغي الموتور، قال لي انا راه باغي الموتور وكنحطه في السطاح وداك الشيء ما فيه، ما يبقى كل مره نجي للستاسيون وداك الشيء، عمرتها ليه خلصني ومشى في حالته. هنايا يعني داك العامل تاع المحطه اكد البوليس بانه هو اللي جاب ليسونس وماشي المراه، يعني كون كانت المراه باغا تنتحر راه هي اللي غتجيب ليسونس ماشي هو. هنايا يعني الشك بدا كيكثر شيئا فشيئا تجاه هذا الراجل هذا. قال لهم هذا المجرم هذا انا مره مره كيكون عندي بيدو ديال ليسونس كنجيبو من الستاسيون، حيتاش بعض المرات كيوقع ليا موطوري اون بان وما فيا ما يمشي حتى الستاسيون، كنكون في الدار وغادي مزروب كنضطر ندير الستاسيون غير من هنايا. ولكن البوليس ملي مشاو الستاسيون سولوه واش هاد السيد هذا كيجي مره مره ياخذ من عندكم هاد البيدو عامر بليسونس، قالوا لي لا ما عمرو جا خدم عندنا شي مره من غير هذيك المره فقط. وسولوا حتى دوك المحطات المجاوره الاخرين كامل، اكدوا لهم بانه ما عمرو جا خدم عندهم ليسونس. هنا البوليس بقى هو المتهم الوحيد في هذه القضيه هذه، وامام الدلائل اللي لقاو عليه البوليس قرر هذا المجرم هذا انه يعترف بالجريمه ديالو اللي دار في هذيك البنت مسكينه. هذه البنت هذه مسكينه قرر انه ينتقم منها ويقتلها بهذه الطريقه هذه ويحاول يتملص من هذه الجريمه هذه. هذا السيد هذا حاول انه يقتلها بهذه الطريقه لانها رفضاته وبغات تطلق منه للسلوك ديالو الخايب بزاف وللشرابات ديالو ولانه عاطل العمل، ماشي لانه عاطل العمل وانما للتصرفات ديالو الخايبه بزاف، وكان كيعايرها ويضربها وديما كيجبد ليها الماضي ديالها. وكان غير سيدي عاطل العمل وريح مكالمي ويمشي يشرب قهوه ويجي تعطي الفلوس وعادي كان شيء لم يكن وداخل خارج عليها، ولكن هو ما حشمش، هو كيضربها يعايرها باغي ياخد فلوس صحه، يعني كيتعامل مع واحد المعامله سيئه بزاف. هاد البنت هادي مسكينه تقهرات واحد اللحظه طالبات بالطلاق. ملي طالبات بالطلاق هو ما بغاش هاد الوضع هذا، قرر انه يصفي لها بهذه الطريقه. ولكن الخطا ديالها هي في الصراحه لانها ما كانش تزوج به، ما استافداش من الخطا الاول اللي وقع ليها مع داك خونا وهرب من بعد ما حملات منه وهرب وخلاها. عاودات دارت نفس الخطا وتزوجات بواحد الانسان اللي ماشي في المستوى ديالها، انسان طماع ما كان باغي غير يستغل الوضع ديالها المادي، باغي غير ياخذ منها الفلوس، اما هو ما كاين لا رجله لا والو، ما باغي لا يخدم لا يردم لا والو، غير يعول هذيك المراه تخدم عليه. وللاسف هذا النوع هذا كاين عندنا في المجتمع ديالنا، والله يحفظنا ويحفظكم منه. وحاجه اخرى هذا السيد هذا راه ولد خالتها، نورمالمون خاصها تكون عارفه الطباع ديالو والسلوكات ديالو وهداك الشيء. ما فهمتش انا السيده كانت باغي غير تزوج وصافي واقيله. المهم في نهايه المطاف قدموه البوليس في تهمه القتل العمد مع سبق الاثاره والترصد وحكمات ليه محكمه ب25 عام. وهذه النهايه ديال الحلقه ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.